نعمل كنترول زكي هشام. فريق هومتمن عم يلعب المباراة من دون زاك لوفتون. اوت اوف باوند هشام حلو. نيوتن زلعوم براين ذا ثري بوينت. براين ما بيسجل. ريباوند لمين؟ جيرار بيحسم الريباوند لنشوف الكرة مع مين. بتضلها مع فريق ان اس اي. اوت اوف باوند. براين تيرن اوفر على براين. ست نقاط لحديت هلا بس لفريق هومنتمن. طبعا فريق عم يلعب بغياب زاك لوفتون. نشوف مع دخول جيمي سالم. جمال جونز دافع عليه براين. جمال دوين جاكسون بثري بوينت. دوين جاكسون ما بيسجل. ريبوند للحلو زلعوم. جوي تورن اوفر على جوي زلعوم. يرجع سريعا في تسرع من قبل دوين جاكسون. تورن اوفر هشام حلو. نيوتن داعس على ازديح. نيوتن ايضا تورن اوفر جديد. مع الستة بعد النتيجة مباراتين بذات الوقت. ماريست عم يستضيف انترانيك وان اس اي عم يستضيف هومنتمن. فوز هومنتمن مع خسارة ماريست بيعمل هو رابع وبياخذ الهوم كورت ادفانتج. وين جاكسون استرا باس. جمال بيعمل درايف على السلة. جمال جونز هو اللي بيسجل. جمال جونز اولى نقاطه. طبعا هيدي ثالث مباراة لجمال جونز. براين بيروح على الباسكت. حلو كثير حلو كثير هاللعبة من براين ويسلي. استعراض بسجل نقطته الرابعة مع خطأ رح تشوفها بالإعادة أكيد. كنا من لحظات شفنا أولى نقاطه لجمال وهيدا الاستعراض من براين ويسلي. براين ويسلي لاعب عنده معدل 24 نقطة مع 8 ريباوند 3 أسيست بالمباراة الوحدة وبسجل أيضا الفري ثرو. خمس نقاط لبراين. جابي عجميان عم يرجع يدخل عرض الملعب بدأ من جمال جونز. جاد خليل. جاد ما بينجح ان يسجل. جاد جوي زلعوم. براين ثري بوينت. براين ويسلي. براين ويسلي عم بيسجل ايضا نقطة الثامنة لبراين ويسلي وفريق ان اس اي عم يعمل ليد بفرق 10 نقط قبل دقيقتين و15 ثانية على نهاية الربع الأول. تايم اوت سريع على المدرب جوم جاعز بهاللحظات. كمان خلينا أعطيكم نتيجة مباراة المريميين والأنترانيك 25-18. كمان أمامنا عم نشوف الشاشة أمين عام اتحاد لبنان لكرة السلة وعضو اتحاد لبناني لكرة السلة. بيرد جهاد مدرب جورج خوري صليب الأحمر اللبناني. تحياتنا لهم يعطيكم ألف عافية. براين ويسلي هذه مباراته السادسة. لاعب عنده معدل 24 نقطة 8 ريباوند 3 اسيست و2 ستيل بمباراة الوحدة. نشوف بعد التايم اوت كيف رح تكون ردة فعل رجال المدرب جوم جاعز.
ولدته لجوي زلعوم، موسم كبير لجوي زلعوم. جوي زلعوم هو اللاعب، هو رابع افضل ممرر بالدوري اللبناني لكرة السلة ب 92 تمريرة حاسمة لهلا، عنده معدل مرات الوحدة 6 اسيست. جاد خليل كمان، جاد عمل موسم ممتاز. جيرار حديديا ما بيسجل، جيرار بعد ما قلع. جوي جيرار موسم ايضا رائع. هشام زلعوم، براين زلعوم 3 بوند، جوي زلعوم ما بيسجل، ريبوند لدوين جاكسون. دوين جاكسون يسعى خطأ على هشام الحلو، خطأ الأول على هشام حلو. جاد بعدنا دفاع منطقة 2-1-2. دوين جاكسون ما بيسجل. ديريك نيوتن، براين تكنيكال فاول على جوي زلعوم. سيروج افيديسيون عم يتحضر ايضا للدخول من ناحيه فريق هومنتمن. جوي زلعوم خطأ الأول اللي أو تكنيكال فاول، صار معه خطأ، بيدخل بدلا منه مايك حداد. جاد خليل على الفري ثرو، جاد خليل بيسجل. أول نقطة لجاد باللقاء. بيطلع على يرتاح جاد. سيروج بيدخل بدلا منه. لاعب منتخب لبنان للناشئين. براين، براين مايك بأسانيتين لازم يسدد. مايك حداد على 3 بوينت بيسجل. مايك حداد، مايك حداد لاعب يمتاز بالتسديدات على المسافة البعيدة. بيسجل مايك، هذه سوليسيتو 13 بالدوري اللبناني لكرة السلة. عم تشوف جابي من تاني ميل بس على خطأ، نشوف خطأ على مين. خطأ على جورج سعيد. جابي على جميع على الفري ثرو. 5 نقاط لجابي مباراة اليوم، عنده معدل 55% على الفري ثرو بهالموسم. 12 من 22، ضيع الأولى. لاعب مقاتل دفاعيا، مكسب لفريق هومنتمن. ايضا تانية ما بيسجلها. هشام حلو بيخسر الكرة، جابي بيعمل ستيل، هذا كنت عم بحكيه. سيروج بيروح على السلة، سيروج هو اللي بيسجل. سيروج افيديسيان اولى نقاطه لسيروج. ديريك سعيد في ديستانس بيسجل. جورج سعيد ميد رينج شوت. جيمي سالم، جيرار اخر ثانية، اذا نهاية الربع الاول بتقدم فريق ان اس اي على فريق هومنتمن 22-11. طبعا اللقاء اللي تقريبا تاخر لينطلق حوالي 5 دقائق، لان 24 ثانية كان فيها عطل، وبعد فيها عطل ما تصلحت. من ناحية تانية فريق المريميين عم يتقدم 31-26. بعده باكرا نحكي عن
المركز الرابع مين حسمه تقريبا انتصاف الربع الثاني بمباراة المريميين وفريق الانترانيك. فريق هومنت من بكل الاحوال اذا بده يعمل رابع مطالب انه يربح اليوم وينتظر نتيجة مباراة المريميين وفريق الانترانيك. ذهبا الانترانيك قدر يربح على المريميين بسانتر ديمرجان. بعد من الحضور الجماهيري ابراهيم توماس. مباراة الماريس مسجل 15 نقطة 5 ريباوند وبليك 7 نقاط وريباوند وارتس 6 نقاط 5 ريباوند. من ناحية الاندرانيك هارفي 9 نقاط وبرونر 8 نقاط وجميل كل من 6 نقاط. سليم علاء الدين ايضا 5 نقاط. مرجع مباراة هومنت بانطلاق الربع الثاني. تيروج بعد مكمل دفاع منطقة المدرب جورج خوري. سيروج 3 بوينت. سيروج ريبة حلوة كتير. متابعة حلوة كتير المتابعة من جيرار حديديان. ثلاث نقاط لجيرار. براين مايك 3 بوينت لمايك. هو اللي برد مايك حداد ما بينترك مايك. اكسترا باس وبيسجل تاني ثلاثيه لإله مايك حداد وال14 له بالدوري اللبناني. تيرن اوفر ايضا هشام مايك ديريك لهشام سعد ما بيعمل كنترول. خطا حكم كروت ابي جبرايل. استتان لجورج سعد. مدرب جوم جونز بهاللحظات عم يدفع بلعبه جمال جونز بدلا من جيمي سالم. جمال جونز هذه مباراته الثالثه. عنده معدل مباراتين 26 نقطه 10 ريباوند 4 اسيست و3 ستيل بمباراتين. كان ممتاز جمال جونز. سعد بيسجل الاولى. جورج سعد والثاني ايضا. اربع نقاط لجورج. تقدم 13 لصالح تورن اوفر. عم يعترض فريق هومنت من نشوف الكرة إذا معه ولا رح ترجع لفريق NSA. أنا شفتها لهومنت من مطلوب إعادة.
طبعا الحكام عم بيشوفوا عبر الاي ار اس. سبعة وعشرين 13 نشوف شو قرار الحكام بولس أيم كلود أبي جبرايل عم يتناقشوا. أخذ قرار كرة مع فريق هومنتمن. كرة للهومنتمن. باقي 17 ثانية على هجمة فريق هومنتمن. جيرار دوين جاكسون 3 بوينت. دوين جاكسون ما بيسجل. اللي بيتابع هو جمال جونز. أربع نقاط جمال جونز بغياب كامل للبوكس أوت عند فريق أن إس إي. عم يتحضر الدخول كالفن جودفري معه تو فاول. بده ينتبه براين. مايك حداد مدرب جوم جاعس. مايك سعاد خطا مايك حداد. بينزلوا كان لمايك حداد. وين جاكسون جونز 3 بوينت. جمال جونز ما بيسجل. جابي بيعمل اوفنسيف ريباوند. سيروج بعده دفاع منطقة. صار 2 3 سيروج على 3 بوينت. سيروج تبرم وبتخرج الكرة. براين ويسلي. مايك حداد براين. ديريك يروح على السلة. ديريك نيوتن بيعمل اوفنسيف ريباوند. وهشام بيرجع بيروق الكرة. جودفري مايك بيعمل فيك. مايك حداد من ميد رينج شوت. سيروج فرصة لفريق هومنتمن يقلص الفارق. جيرار حديديان بس على خطأ. خطأ الثالث على كالفين جودفري. لنشوف خطأ الثالث على كالفين جودفري. رح يرجع سريعا يطلع جورج سعيد بيدخل بدلا منه. تسديدتين لجيرار حديديان مع مباراة اليوم. ثلاث نقاط لهلا جيرار. لاعب اللي عنده نسبة 76% على الفري ثرو. 48 من 63 على الموسم. جيرار أداء كبير لجيرار حديديان. معدله 15 نقطة مع 7 ريباوند بهالموسم. وحش سنة جيرار. لاعبين برزوا بهومنتمن هو و جاد خليل. بسجل جيرار حديديان نقطته الرابعة. ما بيسجل الثانية. ريباوند لسعاد. مايك براين. بهالوقت فريق المريمين عم يتقدم بفارق 10 42 32 قبل دقيقتين وخمسين ثانية عن نهاية الربع الثاني. كرة ما بتدخل. سعيد على الاوفنسيف ريباوند وأيضا ما بيسجلها. جمال جونز جاب على جاميان بيحصل على بيعمل تورن اوفر. جود ديفنس من جورج سعيد. ثبت جسمه ممتاز. تورن اوفر على جابي عجميان. زلعوم جوي زلعوم. سعيد
بيعمل دفاع ممتاز جرار عليه عجميان بيروح استعراض حلوة كتير من جابي عجميان حلوة كتير هاللعبة سبع نقاط استعراض ممتاز من جابي عجميان رح تشوف بالإعادة التمريرة ورح نشوف الاستعراض الممتاز هاي تمرير دوين جاكسون وهيدا جامي الديطار جابي عجميان تعمشق فيها لقطة ممتازة فرق تسع نقاط ديريك نيوتن يعمل فيك بدافع عليه جمال جونز جود ديفنس من جمال 27-18 كوتش جوم جاعس عم يقلب للمان تو مان بهاللحظات نيوتن تلكم ممتاز جمال جونز على الدفاع بهاللحظات ديريك نيوتن ما قدر يسدد جرار حديديان جرار ممتاز جرار حديديان ست نقاط في مطالبة بخطأ أيضا فرق عم ينزل لسبعة براين أجل 3 بوينت براين ديريك الجو يزلعوم ديريك 3 بوينت ديريك نيوتن ما بيسجل بتصور رح نشوف تايم اوت قريبا للمدرب جورج خوري جرار حديديان ممتاز 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 جرار ممتاز رائع جرار حديديان شو هالفوت وورك ممتاز جرار بعلق الفرق لخمس نقاط 22-27 تايم اوت سريعا للمدرب جورج خوري بعد ما شاف فريقه عم يتقدم بس بفرق خمس نقاط بعد ما كان الفرق وصل 13 نقطة تايم اوت للمدرب جورج خوري رح اعطيكم نتيجة مباراة المريميين وفريق انترانيك 44-32 هيدا زميلنا نمر 44-32 عم يتقدم فريق الماريس قبل دقيقة ونص عن نهاية الربع الثاني طبعا باكر عم نحكي بعدنا بالربع الثاني عند الفريقين جاد من حضور الجماهير في مجمع فؤاد شهاب الرياضي بجونية ايضا الليله في مباراه رح يكون عندها تاثيرها كمان على خاصه على فريق بيروت بيروت بحل ضيف على فريق ميروبا بيروت مطالب بالفوز اليوم بده ينتظر نتيجه مباراه الحكمه والرياضي بحال فوز الرياضي وفوز بيروت بيروت بيعمل تاني نشوف بعد تايم اوت كيف رح تكون ردة فعل رجال المدرب جورج خوري جوي زلعوم مايك حداد زلعوم طبعا انا ساي عم يلعب حاليا بأجنبيان ديريك نيوتن ما بينجح جمال جونز جمال بيروح على الاستعراض جمال كبس حلو كتير جمال جونز ومتمن بهاللحظات عم يلعب كرة سلة رائعة ممتازين خطأ هجومي أيضا جابي عجميان ممتاز دفاعيا مكسب جرار حديديان مستعرض تحت السلة جرار حديديان بعد تمريرة ممتازة من دوين جاكسون أيضا عشر نقاط لجرار حديديان فريق جوي زلعوم ديريك ريبوت بيسجل أخيرا فريق ست نقاط لديريك نيوتن لهلا سيروج دوين جاكسون بده يرد دوين جاكسون برد دوين جاكسون بقولوا على كعبه برد واولى نقاطه لدوين جاكسون دوين جاكسون هيدي
ايضا الكره بسجل ديريك نيوتن، حارب ثلاثيات بهاللحظات، 9 نقاط لديريك نيوتن. جيرار حديد يقعد تحت السله، جيرار ما بيسجل، جيرار ممتاز. دوين جاكسون كم من لحظات سجل سوليسيتو 43 وديريك نيوتن 26 ثلاثية لهلا. براين هذا نقطتين، خطأ على جابي. نتحضر دخول نديم سعاد. خطأ الثاني على جابي عجميا. طانيو سعي عم يتحضر للدخول. خطأ الثالث، خطأ الثالث على جابي عجميا مش الثاني. Out of bound. ديريك نيوتن فرق نقطتين. فرصة لفريق ان اس اي بيرجع يوسع الفارق. براين عم بينجح، جيرار مسيطر. جمال دوين جاكسون 3 بوينت لدوين جاكسون، ممتاز دوين جاكسون، 6 نقاط دوين جاكسون. سوليسيتو ال 44 عم ببعد بصدارة الثلاثيات او هدافي الثلاثيات، 44 ثلاثية قرب واحد عليه زميله جاد خليل ب 37. زلعوم نديم سعاد عم يتقدم فريق هومات من 34 33 قبل دقيقتين ونص. جوي حلو كثير تمريره بيحصل على الخطأ او دعس على الزيع، تورن اوفر على جوي. مايكل صدقة عم يدخل اخر دقيقتين ونص من عمر الربع الثاني. نهاية طبعا الربع الثاني بتقدم فريق المريمين 44-35 على فريق انترانيك، فرق 9 نقاط. خطأ هجومي على ديريك نيوتن وتايم اوت لمدرب جوم جاعز. خطأ الاول على ديريك نيوتن قبل دقيقتين، تايم اوت لجوم جاعز، محاولة منه لتوسيع الفارق قبل نهاية الربع الثاني. فريق هومنتمن بالربع الثاني مسجل 23 نقطة مقابل 11 لفريق ان اس اي، بينما ان اس اي اول ربع كان متقدم 22 نقطة سجل مقابل 11 لفريق هومنتمن. عشرة تورن اوفر على هومنتمن مقابل 12 على فريق ان اس اي. دقيقتين و15 ثانية عن نهاية الربع الثاني. فريق هومتمن سجل 22 نقطة من تحت السلة، بينما فريق ان اس اي سجل 6 نقاط. أمامنا كان أمين عام اتحاد لبنان لكرة السلة المحامي شرب رزق. جيرار، جيرار حديد يوم بيلعب عليها لديريك. جيرار ما بيسجل، ريبوند لمين؟ تبع من طانيوس. جمال 3 بوينت، جمال جونز هو اللي عم بيسجل، 9 نقاط لجمال جونز، اولى ثلاثياته جمال جونز. هيدي ثلاثيته التاسعه، 9 ثلاثيات بثلاث مباريات. براين ديريك نديم سعاد
ديريك متعرض لبلوك شوت من تانيوس عقيقة. سيروج يروح على السلة، سيروج ما بيسجل، ريبوند لنديم بيعمل تورن اوفر ايضا، بتكب تورن اوفر نديم سعيد. جمال جونز، جمال 3 بوينت، جمال جونز ممتاز، جمال جونز 12 نقطة، سوليسيتو الثانية بالمباراة وسوليسيتو العاشرة بالدوري اللبناني خلال ثلاث مباريات. عم يتقدم فريق هومنت من بفارق سبع نقاط. براين، براين برد، براين ويستي برد، نقطة ال 11 لبراين، براين ويستي. سوليسيتو الثامنة، فانوس عيقة لجيرار، جيرار، جيرار ممتاز، جيرار حديديان 12 نقطة لجيرار. آخر ثواني الربع الأول، تقدم بفارق سبعة فريق هومنت 42-35. براين بدفع ليتانيوس، براين 3 بوينت، براين تاني ثلاثية ورا بعض، براين 14 نقطة لبراين. ثلاثيته التاسعة بالبطولة، عدله 33%. بقى ست ثواني، دوين جاكسون، دوين جاكسون 3 بوينت ما بيسجل. اخر ثانية شوف رح يسدد تانيوس عقيقة، نهاية الربع الثاني بتقدم فريق هومنتمن بنتيجة 42-38 على فريق ان اس اي. نحن وياكم طبعا رح نرتاح لربع ساعة، بعد الربع ساعة بنرجع معكم لمجمع فؤاد شهاب الرياضي لاستكمال المباراة بين فريقي ان اس اي اللي بيستضيف عرضه فريق هومنتمن. ربع ساعة وبنرجع لكم.
عودي معكم لمجمع فؤاد شهاب. مباراة ان اس اي وفريق هومنت من الى جنب. سريعا راح روح لتوني ابو غريب. توني اول شيء قرب المايك على توني. جديد علي. انت من الاشخاص اللي بالجمعية العمومية او مجلس امنا نادي فريق ان اس اي؟ هلا ليك مجلس امنا بالمفهوم بلبنان رجال اعمال. بس نحن هي اكثر فكره كوميونيتي يعني اولادنا بالان اس اي وحابين نساعد الفريق الان اس اي بكل المراحل. فبقى فكره نديم كان نجمع الاهل بمجلس امنا ونقدر نساعد الفريق كل واحد بطريقته. فبقى مشان هيك جمعنا حالنا الاهل ومن عبرك بدعي كل اهالي الانساي ينضموا لنا لانه هيدا فريق اولادنا ونحن بدنا نساعد هاي الفريق. نعتبره مجلس امنا اكيد. وهيدا عم نحط اول خطوه لسنه الجاي. عم نحط كثير مشاريع لسنه الجاي لندعم الفريق ونفوت بصوره حلوه سنه الجاي كمان. بدي اشكرك ما فيني طول بلش ربع. شكرا لك. يعطيك الف عافيه. وكمان عم بتامنوا بكره السله اللي عم تعمل نتائج. اكيد اكيد. ميرسي كثير. شكرا لك يا توني. طبعا كان معنا احد اعضاء مجلس امنا فريق ان اس اي. عوده للمباراه. طبعا انطلاق الربع الثالث 42-38. عم يتقدم فريق هومنتمن. ابلش هشام الحلو 3 بوينت ما بيسجل. دوين جاكسون بيعمل كنترول لجمال جونز لدوين جاكسون. جيرار حديديان. جيرار حديديان ما بيسجل. مرة تانية جيرار. ممتاز جيرار حديديان. 16 نقطة لجيرار حديديان. الوحش جيرار حديديان. أربعة وأربعين 38. مدرب جون جاعز بلش بدفاع مان تو مان. كالفين جاتفري عم يلعب عليه لجيرارد. كالفين جاتفري بيروح وبيسجل. طبعا تعادلوا فريق ان اس اي بالربع الثاني. كالفين جاتفري غاب لفترات طويلة على ثلاث أخطاء. جمال جونز. دوين جاكسون بيعمل فيك بروح على السلة. هشام حلو باس بريك سريعا. هشام حلو. براين تحت السلة بيحصل على خطأ من دوين جاكسون. شوف بالإعادة براين نيوتن ودوين جاكسون. خطأ الأول على دوين جاكسون. ديريك نيوتن على الفري ثرو. ديريك عنده معدل 89%. ممتاز على الفري ثرو. قبل هالمباراة 62 من 70. حتى ديريك نيوتن عنده 26 ثلاثية من أصل 87 تقريبا 27%. وبيسجل تاني أيضا ديريك نيوتن. 11 نقطة مباراة اليوم ديريك نيوتن. فريق بيرجع لنقطتين 42-44. جمال جونز 3 بوينت. جمال جونز عم بيرد. 15 نقطة للاعب فريق هومنتمن. معدله بمباراتين كان 26 نقطة لهلا صار معه 15 نقطة. براين ويسلي مدافع عليه تانيوس. براين خليني نقول جاد خليل شدت بطت اجره. طبعا حيضطر يغيب عن باقي المباراة. جاد خليل تمنيتنا الشفاء لقلو لجاد. تعرض لإصابة بانطلاق المباراة. كالفين جاتفري ووكينج على كالفين جاتفري. 42-46.
جلال حديديان جمال فيروج بقلبها لطانيوس طانيوس بيعمل درايف على السلة بترجع لدوين جاكسون بقى ثانيتين فيروج افيديسيان كان الوقت خلص كان الوقت انتهى 24 ثانية فرصة لفريق ان اس اي ليقلص الفارق بينما بديك المحدة تقدم ماريس 46 او 56 48 على فريق انترانيك كالفن غادفري دبل تيم عليه كالفن غادفري ووكينج للمرة الثانية ثاني تورن اوفر على كالفن غادفري عم بقول له المدرب جورج خوري قلبها لتاني ميل دوين جاكسون دوين سيروج ميدرين شوت من سيروج حلو يا سيروج اربع نقاط لسيروج سيروج عم بسجل نقطه الرابعه ايضا ميدرين شوت براين ما بسجل ريباوند لدوين جاكسون سيروج دوين جاكسون دوين جاكسون 3 بوينت دوين جاكسون بتسجل دوين جاكسون 9 نقاط لدوين جاكسون هذه سوليسيتو الثالثة بالمباراة وسوليسيتو 45 بالدوري اللبناني لكرة السلة أو 46 سوليسية لدوين جاكسون ما بيسجل أن أس إيه جراح حديديان رايح يستعرض جراح حديديان بيحكي على خطأ رح نشوف بالإعادة عم يعترض المدرب جورج خوري ملكة بتعطونا إياها بالإعادة يا شباب جراح حديديان على الفري ثرو هيدي الإعادة ما بيسجل جرار خطأ الثاني على هشام حلو ما بيسجل الأولي جرار الثاني أيضا بتضيع جرار هالسنة على الفري ثرو نسبته منيحة 76% قبل هالمباراة 48 من 63 مسجل ديريك نديم سعاد 3 بوينت نديم سعاد ما بيسجل ريباوند لدوين جاكسون سيروج سيروج 3 بوينت سيروج افيديسيان سيروج عم بيسجل 7 نقاط لسيروج افيديسيان وعم بيطلب تايم اوت سريعا المدرب جورج خوري أكل قد لسيروج عم يعطي تقدم فرق 12 لفريق هومنتمن بينما بديك المحدة المريميين عم يتقدم بفرق 11 64 53 على فريق انترانيك افضل مسجل ابراهيم توماس 19 نقطه مع 6 ريباوند وبليك 14 نقطه 7 ريباوند من ناحيه انترانيك كريستيان هارفي 15 نقطه جوردي برونر 12 نقطه جميل كل من 10 نقاط وكوبا اللي 9 نقاط أمامنا سيروج أفيديسيان 7 نقاط مباراة اليوم في صف الربع الثالث مباراة أن أس أي وهومنتمن هومنتمن إذا بده المركز الرابع عليه أن يدرب حان مباراة اليوم وينتظر سقوط فريق المريميين أمام لانترانيك براين بحس على خطأ خطأ من تانيوس خطأ على تانيوس عيقي الخطأ الثاني على تانيوس عيقي هشام حلو
براين ويسلي 13 نقطة لهلا. براين هشام دوين جاكسون راح الاستعراض، رايح للاستعراض دوين جاكسون، 11 نقطة لدوين جاكسون، فرق عم يطلع على 14 نقطة. عم ارتكب تيرن اوفر، عم يطلب بخطأ هشام. براين ميدرين شوت ما بيسجل. خطأ على ديريك نيوتن، الحكم كود أبي جبرايل. خطأ الثاني على ديريك نيوتن. جوي زلعوم عم يدخل بدلا من براين ويسلي. فريق هومنتمن وسع الفرق ل 14 نقطة. جمال دوين جاكسون نجم الربع الثالث، 14 نقطة لدوين جاكسون. سوليسيتو 47 ببطولة لبنان لكرة السلم. أربع ثلاثيات لدوين جاكسون بمباراة اليوم. هشام حلو، هشام بتعرض بلوك شوت من تانيوس حقيقي. دوين جاكسون ما بيسجل. جيرار بيعمل ريباوند، بده يلعب عليه لكالفين جولدفيل. جيرار ممتاز جيرار حديديان، 18 نقطة لجيرار حديديان. هشام حلو، مايك حداد خلق خطأ على سيروج. دوين جاكسون 4 من 8 عن 3 بوينت مباراة اليوم. ديريك نيوتن بيسجل ميدرين شوت، 13 نقطة لديريك نيوتن. لكن 46 ثلاثية لدوين جاكسون لهلا بالدوري. دوين جاكسون حلوة التمريرة من دوين لجيرار، دعانا من جيرار، محاولة استعراض، يرجع بيكمل جيرار حديديان. 20 نقطة لجيرار، قطع معدله بالمباراة الواحدة 15 نقطة مع 7 ريباوند، صار معه 20 نقطة جيرار. طبعا استفاد من غياب كالفين جودفري لفترات. هون ستيل دوين جاكسون في استعراض، جات كرة طويلة، تيرن اوفر على فريق هومنتمن. ديريك ميدرين شوت ما بيسجل. ديريك جابي عجميع عم يدخل بدلا من جرار حديديان، بيطلع يرتاح. 20 نقطة لجرار حديديان. مش معقول دوين جاكسون عم بيسجل نقطة 17، 5 من 9 عن الثري بوينت. دوين جاكسون 47 ثلاثية، صار بعيد 10 ثلاثيات عن جاد خليل زميله اللي معه 37. فانوس حقيقي، سيروج ثري بوينت، سيروج ما بيسجل. فريق هومنتمن وسع الفرق 22 نقطة. هشام ديريك 3 بوينت، نيوتن هو اللي بيسجل. ديريك نيوتن 16 نقطة. ديريك نيوتن خطى معدله هو 14 نقطة بالمباراة الواحدة، صار معه 16 نقطة. دوين جاكسون جاب عجميان ما بيسجل. تانوس عيقي على الريبوند، تانوس عيقي ممتاز، تانوس عيقي بيعمل اوفنسيف ريباوند وبيسجل نقطتين. 18 تون اوفر على ان اس اي،
تارتون اوفر اس اي مقابل 12 على فريق هومنت من مايك ما بيسجل. تانيوس على الريباوند. دوين جاكسون بده يسدد ما سدد. جمال تورن اوفر. دوين جاكسون 17 نقطة 11 ريباوند 4 اسيست ممتاز. جمال جونز 14 نقطة 6 ريباوند. خطأ خلع خطأ على تانيوس عيقة. خطأ الثالث على تانيوس. ثلاث أخطاء على تانيوس. كالفين غاتفري على الفري ثرو بيسجل الأولى. كالفين غاتفري 5 نقاط لكالفين غاتفري معدله على الفري ثرو هالموسم 67% 45 من 67 الأولى بيسجلها. عم بتحضر الدخول أيضا جيمي سالم بهال الأثناء. 6 نقاط لكالفين غاتفري. هشام حلو أيضا بيطلع على يرتاح بيدخل بدلا منه براين ويسلي. بهاللحظات أيضا فريق الماريست عم يتقدم بفرق 9 64 55 عن ترانيك. يابي عجميا ما بيسجل. جوي على الريباوند وعلى الفاست بريك. الزلعوم والديفنس من جابي عجميا. دوين جاكسون راح للاستعراض. دوين جاكسون ما بيستعرض لكن بيسجل 19 نقطة. دوين جاكسون كثير بحب الأوبن كورت. لاعبي هومنتمن بيعشقوا شيء اسمه أوبن كورت. كالفين غاتفري بيسجل 9 نقاط لكالفين غاتفري. هيدي سوليسيتو العاشرة بالدوري اللبناني عنده 10 من 38. جرار حديديان عم يتحضر للعودة 70-52 عم يتقدم فريق هومنتمن. دوين جاكسون 3 بوينت. دوين جاكسون ممتاز ممتاز. دوين جاكسون 6 سوليسيات مباراة اليوم من أصل 10. دوين جاكسون. براين لا عم بيسجل. جمال جونز استعرض. جمال جونز عم يستعرض 17 نقطة. جمال جونز مايك آخر ثواني إذا نهاية الربع الثالث بتقدم فريق هومنتمن بنتيجة 75-52 على فريق NSA. طبعا بالربع الثالث فريق هومنتمن سجل 31 نقطة مقابل 14 بس لفريق NSA. تفوق واضح. تفوق واضح. تفوق واضح لفريق NSA. هومنتمن بالربع الثالث 14 نقطة بس سجل فريق NSA مقابل 31 لهومنتمن. فريق أنترانيك حاليا بنزل فارق لخمس نقاط 61-66. هومنتمن عمل عليه لهلا مباراة اليوم أمن الفوز. عليه أنه ينتظر كادو من أنترانيك إذا بده يعمل رابع. جيمي سالم اخر 10 دقائق. جيرار 3 بوينت. جيرار ما بيسجل. براين بيأمن الريباوند.
3 بوينت حلوه بسجلها ديريك نيوتن. 19 نقطه لديريك نيوتن، 27 ثلاثيه لديريك نيوتن. باسكت ان لا يابا عجميا. شوف بالإعادة السلك كاونتد. يابا عجميا ايضا بيسجل عجميا، 10 نقاط لجابي مباراة اليوم. مراين مايك حداد قطع على سيروج، خطأ الثالث على سيروج. نيوتن ديريك يعمل ريموف بيرتكب تيرن اوفر. براين سبورتسمان لايك فاول على جيمي سالم. شوف بالإعادة هدد جيمي سالم، تعليمات المدرب جوم جاعس عم بيروقه، عم بيقول له شوف السكور. رايد ما بيسجل، 13 نقطة لبراين، بيسجل 14 نقطة. ديريك نيوتن قطع على جيمي سالم أيضا، خطأ الثاني على جيمي. رايم ما بيسجل، ريبوند لجيرار، جيرار لجيمي، جيمي سالم. يابا عجميا، جيرار عم بدافع عليه كالفين غودفري. تسديدة ثلاثية لكن بيتابع، اللي بيتابع هو جابي عجميا. أمامنا بالصورة جابي، 12 نقطة لجابي. اللي سدد هو سيروج ما نجح، لكن عمل المتابعة لعجميا. جوي ديريك، ديريك بيروح على السلة بيحصل على خطأ، خطأ من جمال جونز. دوين جاكسون عم يتحضر للدخول بدأ من جمال جونز، خطأ الرابع على جونز. بديك المحدة النتيجة تقدم أنترانيك، تقدم عفوا مريميين 77-66، فرق 11 رجع الفرق للماريز. تكنيكال فاول على جيمي سالم، تكنيكال فاول الثاني بغدا ارض الملعب، وايضا ثاني مال تكنيكال فاول على رقم 21 كالفين غودفري. اربع اخطاء كالفين غودفري.
كالفن مراقب المباراة عم يطلب انه جيمي سالم يخرج لأرض الملعب. جيرار جابي عم بيسجل ريباوند براين كالفن جودفري قطع على سيروج بسجل الأولى كالفن جودفري تسع نقاط مباراة اليوم. كالفن جودفري عنده معدل 19 نقطة مباراة الوحدة. أيضا الثانية ما بسجلها جوي زلعوم مايك كالفن جودفري بسجل بعود كالفن جودفري 11 نقطة لكالفن جودفري. مباراة يتم توقيف إيقافها. عم يطلبوا من جيمي سالم يغادر لخارج أرض الملعب، ممنوع يقعد حتى على المدرجات. ديسكواليفاينج فاول لجيمي سالم. بقى 3 دقايق على نهاية مباراة ماريست مع أنترانيك، 81 ماريست 72 أنترانيك. هون الفرق 20 نقطة. دوين جاكسون 3 بوينت. دوين جاكسون بيسجل. دوين جاكسون 7 ثلاثيات من أصل 11 لدوين جاكسون، صار معه 48 ثلاثية لهالموسم. ما بيسجل براين، ما بيسجل براين ويسلي. جيرار حديديان دبل تيم على جيرار. جيرار ووكينج على جيرار. تورن اوفر على فريق هومنتمن. جوي زلعوم. كالفن جودفري بيعمل اوفنسيف ريبون. كالفن جودفري بيلعب بس على خطأ، خطأ على جابي عجميان. دوين جاكسون 22 نقطة مع 11 ريباوند لدوين جاكسون وأربع تمريرات حاسمة. كالفن جودفري يسجل أيضا نقطة 12 لكالفن جودفري. تفوق هومتنا على ريباوند 35 ريباوند مقابل 26. يسجل ثاني أيضا كالفن جودفري. وين جاكسون يعطيها لجيرار، طلع يكبس جيرار حديديان. حلوة كتير تمريرة من دوين جاكسون والفينش أجمل من جيرار حديديان. 22 نقطة لجيرار، هلا عم يطلع على 23 نقطة. ديريك يروح على الباسكت. ديريك ما بيسجل. دوين جاكسون حلوة تمريرة، حلوه كتير من جابي ديعانا. دوين جاكسون بايده الشمال. دوين جاكسون عم يستعرض عم يتسلى. دوين جاكسون
حتى بإيده الشمال وسع الفارق ل 25 نقطة قبل 5 دقائق و 40 ثانية عن نهاية المباراة. براين بحصل على خطأ أنطونيوس عقيقي، براين ويسلي نقطة 16 يروح سريعا لديك المحدي. أعطيكم النتيجة 84-77 تقدم الماريست بعد في دقيقة وثمان ثواني. تانيوس عيقي عم يخرج بالخمس أخطاء. شوف الحكم بوليس أيم متأكد من الأخطاء الخمسة لتانيوس عيقي. خمس أخطاء على جابي عجميان مش تانيوس، مش هيك عم نشوف الاعتراض. يلا يا جابي مشينا يا جابي، هلا 23 نقطة. براين بيسجل، براين نقطة 17 أربع أخطاء. وين جاكسون؟ تانيوس عيقي وعشتوا الكرة، جوي زلعوم، جوي زلعوم حلوة كتير، براين حلوة كتير، حلوة كتير الاستعراض. براين استعرض فوق تانيوس عيقي وعم بيسجل نقطة 19. براين ويسلي شوف التمريرة حلوة كتير ممتازة، 19 نقطة لبراين ويسلي. تانيوس عيقي أربع أخطاء، هلا صار أربع أخطاء. تانيوس بيطلع بينزل بدلا منه دانيال بغداديان. براين بيسجل نقطة 20. فرق بينزل 20 نقطة. ما بيسجل، ريباوند كالفين جودفري، جوي زلعوم، فرق خمسة بس مريميين. ما بيسجل، نشوف كرة بتروح لعند فريق هومنتمن. تسعة خطأ دانيال بغداديان. بقى 36 ثانية، الماريست عم يتقدم 86-79. ما بيسجل، داني بغداديان بيسجل الثاني، اولى نقاطه لبغداديان. نديم سعاد رايح على الباسكت، نديم سعاد بيسجل، نديم سعاد اولى نقاطه لنديم سعيد بالمباراة. دوين جاكسون مقطوعة، براين رايح للاستعراض، براين بس على الخطأ لكن ما بيسجل. أربع دقائق 14 ثانية، الخطأ الثاني على دوين جاكسون. براين ويسلي
عنده 2 فري ثرو نسبته لبراين 65% بيسجل أولى صار معه 21 نقطة بينما بديك المحدي بقى 33 ثانية بسجل تانية أيضا 22 نقطة لبراين ويسلي بسجل تان بيستان هارفي عنده بقى 33 ثانية فارق 7 نقاط بديك المحدة هون براين راح للاستعراض براين بيستعرض 24 نقطة لبراين تايم أوت للمدرب جوم جاعز 74-88 فارق بينزل ل 14 نقطة قبل 3:57 ثانية بينما بديك المحدي فارق بينزل لخمس نقاط بقى 33 ثانية لنشوف بحضر أنا وياكم طبعا كيف هيتصرف فريق المريميين أرتس معه الكرة خطأ لصالح المريميين بقى 22 ثانية بهاللحظات ما في توشات لفريق مريميين أرتس أيضا عم يحصل على خطأ بقى 20 ثانية اللي رستم بيحصل على خطأ بقى 17 ثانية تسديدتين لألي رستم مريمين عم يتقدموا 86-81 نرجع لفؤاد شهاب دوين جاكسون ما بيسجل داني بغداديان بيعمل الريبون لتنقاط للبغداديان جوي زلعوم كيفورك نزع عرض الملعب لأول مرة كيفورك بيسدد منيح على 3 بوينت كيفورك نديم سعيد 3 بوينت لنديم هو اللي بيسجل خمس نقاط لنديم سعيد مدي ريستون بيسجل واحدة من اثنين سليم علاء الدين هو اللي بيسجل من تاني ميل خطأ على نديم سعيد ارتكبه دوين جاكسون فارق 4 نقاط للمريميين عنده تسديدتين حاليا كيفورك ما بيسجل ريباوند لنيوتن أرتس عم بيسدد على الفري ثرو أرتس بيسجل الناحية الثانية هون ديريك نيوتن ايضا جميل ارتس بيسجل عنده نسبة 80% على الفري ثرو بقى 6 ثواني بيحصل على الخطا وبيسجل ايضا ديريك نيوتن بيسجل ثاني ديريك نيوتن 21 نقطة ديريك نيوتن داني بغداديان بيطلع هو الكرة خطأ على نديم سعيد ليك عم نشوف إذا نهاية المباراة بفوز فريق الشونفيل على فريق أنترانيك 89-86 إذن أشانفيل أمن المركز الرابع ربح 89-86 أشانفيل صار معه 12 انتصار هون بغداديان بسجل تاني بغداديان نرجع لهالمباراة 79-92
بدقيقتين واربعين ثانية. زلعوم ديريك نديم سعاد ثيبوت نديم سعاد عم بسجل 8 نقاط لنديم سعاد. ربع ثالث ممتاز لنديم سعاد. جيرار حديديان جيرار كيفورك وين جاكسون 3 بوينت وين جاكسون ما بيسجل ريبوند لنديم نديم لجوي جوي لنديم نديم سعد 3 بوينت سريعة من نديم وين جاكسون جيرار بيلعب عليه لنيوتن جيرار ما بيسجل جيرار حديديان ووكينج على جيرار حديديان فرع 10 نقاط اخر دقيقة 48 ثانية. خلينا نقول بهاللحظات طبعا من لحظات فريق المريميين بيربح على فريق انترانيك 89-86 وبيأمن المركز الرابع والهوم كورت ادفانتج. يعني فريق هومات من لو ربح مباراة اليوم خلص خلص الريجولر سيزون بالمركز الخامس. البلاي اوف رح يلعبوا ضد بعض رح يبلشوا بديك المحدي وهون كالفين جودفري عم بيسجل نقطه 15 جمال ميدرين شوت ما بيسجل نيوتن جوي بدقيقه و20 ثانيه تمريره مدرب جو مجاس عم يطلب تشالنج بده الاوت لصالح فريقه بدنا نعطيه اياها 84-92 دقيقة و17 ثانية. مدرب او الحكم بولس ايم والحكم كلود ابي جبرايل انتظار كم المباراة كمان بولس أيم مطلود أبي جبرايل عم ياخدوا قرارهم هنشوف هالقرار كرة لعن أس أي عشرين ثانية طبعا باقي لهجمة فريق ان اس اي زلعوم كالفين جودفري براين جوبي زلعوم 3 بوينت جوبي زلعوم ما بيسجل ريباوند تشالنج جديدة مباراة صارت يلا اي ار اس او تشالنج طلبوا المدرب جورج خوري هالمرة على الاوت
ايضا عم يرجعوا يتاكدوا الحكم بوليس قيم والحكم كلود ابي جبرايل من اللقطه 84-92 فرق 8 بقى دقيقه وسبع ثواني على نهايه المباراه. كمان عم يطلبوا بعد مرة يتأكدوا من اللقطة. نشوف قرار الحكام. وايت وايت بول لصالح فريق ان اس اي. اخر دقيقة وسبع ثواني. تايم اوت للمدرب جورج خوري. فريق ان اس اي بالربع الاخير قدر يسجل 32 نقطة لهلا مقابل 17 لفريق هومنتمن. جاد دوين جاكسون صار معه 48 ثلاثيه سبقك ب 11. كان حاسس اليوم نحن بدنا نعدي الارقام راحت عكس ما راح تيم اوفر على فريق بس انا راوي حابب اقول شغله عن جد انه كثير فخور بفريق اليوم بلزك انا انصبت جيمي انشحط وعم نقدر يعني هيك نلعب بشخصيه كثير حلوه ففخور بكل الشباب انا عن جد. دقيقه على نهايه المباراه خليك معي بعد مرة نحكي معك. دقيقة إذن فرق 8 نقاط. براين براين بيروح ما بيسجل ما بيقولوا السلة بتبزقها بالعرب الدارج. آخر ثواني جمال سيرج سيروج افيديسيان دوين جاكسون كيفورك كيفورد ممتاز حلو كثير تمريره جمال عارك ثري بوينت ما بيسجل كيفورد بيعمل بوستاشن بترجع لجمال تسديدتين لجمال جونز. جمال 17 نقطه مباراه اليوم عنده معدل 26 نقطه مع 10 ريباوند 4 اسيست و3 ستيل بثلاث مباريات او مرتين اللي لعبهم. جمال جونز على فريس قبل هالمباراة عنده 8 من 9 89% بسجل أول 18 نقطة لجمال جونز. سجل أول جمال جونز بسجل ثانية 19 نقطة هلا بيطلع على 9. آخر ثواني المباراة زلعوم ما بيسجل ريباوند لفريق هومنتمن. إذن نهاية المباراة بفوز فريق هومنتمن 94-84 على فريق ان اس اي. هذا الفوز هو 12 لفريق هومنتمن مقابل 6 هزائم مثله مثل فريق المريميين. لكن فريق المريميين هو اللي عنده هوم كورت ادفانتج بعد فوزه ذهابا وايابا على فريق هومنتمن. جد هذه
أول شيء مبروك، ثاني شيء خبرنا عن الإصابة. إن شاء الله بتكون راوية مش صعبة، يعني بكرة بدنا نشوف شدت بالجيم، بكرة بدنا نراقبها ونشوف، وإن شاء الله ما بيكون في شيء يعني. طيب أول شيء طبعاً هوم كورت أدفانتج لصالح المريميين، قد هذا الشيء بأثر عليكم خاصة إنه هومنت من على أرضه كثير بيعمل فرق، بلشوا عندكم غير ما تبلشوا يعني مريميين. أكيد يعني نحن كان بهمنا اليوم نادي الأنترانيك يجيب الفوز للفرقة الأرمنية، بس نادي الشانفيل ما تعثر، قدر يخلص رابع، تفوق كل ما كان حدا عم بيقول الشانفيل رح يخلص رابع قبل السيزن، فشابو بالا لهم، كتير محمسين للبلاي أوف، صرنا زمان مش لعبانين سيري كورتر فاينل، فكتير محمسين، وبعتقد مزهر متحمسة كمان كتير. مباراة مواجهة بيناتكم كيف رح كيف بتشوفها؟ نحن والشانفيل ما في إلا قراوي غير إنه السيرين بلش 2-0 لقلهم، هن ربحانين لنا جايمين، ف إذا ربحنا السيرين جايمين رح نضل حسين حالنا خسرانين، ف كل الاحترام لفريق الشانفيل عن جد عم بفرج صورة كتير حلوة صرنا زمان ما شفناه فيها، فإن شاء الله بالبلاي أوف نفرج لهالجمهور الحلو عم بيتابعنا وين ما كان. جمال جونز، زاك لوفتون، دوين جاكسون، جي مانوكيان، أنا ما خصني جي هو اللي بعرف، يعني جي وكوتش جو بيعرفوا شو رح يعوز الفريق وشو رح نعوز هلا بالبلاي أوف. رأيك فنيا هذا الفريق قدر يربح شان بيت ما هو هلا يربح الشانفيل بيروح للفاينل فور ولا بدكم أبجريد؟ كأجانب كأجانب بعتقد راوي نحن هيدا يعني هالشخصية اللي عم نلعب فيها كتير حلوة خصوصا مع إبراهيم توماس، يعني فإذا رح نبقى أو لا بعتقد بهاليومين رح نعرف، بس شو ما كان بلاي أوف رح يكون نار. أتمنى لك توفيق جاد، شكرا لك جاد خليل نجم فريق هومنت من ومنتخب لبنان لكرة السلة. أنا كان بدي أخذ كوتش جوم جاعس بس طبعا راح على اللوكرز. بذكر اليوم بالليل فريق ميروبا راح يستضيف فريق بيروت، بيروت إذا بده يعمل تاني ببطولة عليه أنه يربح اليوم، شرط فوز فريق الرياضي يوم هذا سيروج مرق عم بيوزك لي، شرط أنه يربح فريق الرياضي على الحكمة يوم السبت. المركز الرابع انحسم، فريق الماريست قدر يحسمه بعد فوزه اليوم بنتيجة 89-86 على فريق أنترانيك. طبعا اثنيناتهم فريقان هومنت من أو شانفيل خلصوا ب 12 انتصار مقابل 6 هزائم. أنا بدي أتشكر كل اللي عم يحضرونا عبر صوت بيروت أو بيروت سيتي على الفيسبوك أو يوتيوب، قلت أنا معكم اليوم الساعة 9 المساء بملعب مركزي بجوني مع زميل جورج سويدي مباراة ميروبا وبيروت. شكرا وإلى اللقاء.